السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون الصحة أحوالكم؟ أهلا بكم بحلقة جديدة من يوميات واحد عراقي. طبعا آسف تأخرت عليكم، صار لي تقريبا أسبوعين بس آسف، يعني لأن شوية عندي شغل هالأيام وما جاي لحق والله صور. المهم اليوم الموضوع على، أو ما أقول لكم، خلنا نبديها بشعر. الشعر يقول أصفن شنو؟ الشعر يقول أقعد صباح اليوم تطلع لي فارة، تركض ركض يا ناس حسبالي تارة. قلمي طبعا. اليوم الحلقة كلها على تارة فارس. تارة فارس شخصية غير متجانسة أو محلول متكون من بكتيريا وتفاهة. تعالوا نشوف لها أول فيديو مكتوب رسالة من تارة فارس. حسيت الرسالة راح تنبهنا على انتهاء العالم. هلا، شلونكم؟ شو اخباركم؟ بالبداية أنا أحب الناس اللي يحبوني واللي ما يحبوني. هاي حلوة، تحب الناس اللي يكرهوها ويحبوها، صفة مال الأنبياء. سجل يمك النبي تارة. والانتقادات اللي دا أسمعها بالفيسبوك أو الانستغرام والسوشيال ميديا هي بصورة عامة سبية 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 سبية. شنو؟ سلبية. كملي بس أنا أحب أوصلهم فكرة إنه أنا ما أذيت منهم أي أحد ولا سبيتهم أبد. ما أذيتي لا أحد ولا سبيتيهم. لعد ليش حكيتي على مصطفى الحجي؟ السلام عليكم. اليوم أول مرة بحياتي راح أنتقد شخص وحشي عليه، وأنا أبد ما أحكي على حد، تدرون بيا كل الزين، بس كافي عادي. يعني رجالش كبرك إيش قدك؟ بقد أبويا سوي من نفسك مهزلة. وتقول ما حكي على أي نفر؟ أنا عن نفسي قدمت هواية مساعدات للنازحين، قدمت هواية خدمات للعراق. أي باه قدمت مساعدات للنازحين. ولك انت جابش عن النازحين، ايش تعرفين عن النازحين؟ ايش وداك انت للعراق؟ تعالي نشوفها، خلينا نشوف ايش قدمت للعراق. صوتك تحكين انت؟ هو هذا قدمتي للعراق؟ لحظة، اكو شيء قدمته تارة وما حد مقدمه للعراق، خلي نشوف. خوش تقديم عيني تارة، خوش تقديم يحفز الشباب. تعالوا خلينا نكمل الفيديو مالته مال مصطفى الحجي. لا تبقى نفس لبسك اللي تلبسه خارج العراق، لا ترجع، يعني ليش؟ لا تبقى نفس لبسك اللي تلبسه خارج العراق، لا ترجع، يعني ليش؟ نسيتي لو شنو؟ مخلي ورقة قدامه قاعد تقرأ وتحكي. استمري. طبعا الست تارة فارس حبت تقدم نصيحة، خلونا نشوفها ونجيكم. عيشوا يومكم كأنه اليوم آخر يوم تعيشوا بالدنيا، اليوم تعيشه باكر تموت. اضحك تشاق، حب أهلك، حب ناسك، حب أصدقائك وصديقاتك، حب الناس كلها. الله، حب أهلك، حب ناسك، لك جسمي كزبر، لك جد مقشعريرة. نصحي بعد أبو سيدك، نصحي. لا تيأس أبد، لأن عمر اليأس ما وصل للنجاح. أقول لك أنت باقي أقوى لأينشتاين. تعالوا نشوف الفيديو الثاني. طبعاً أنا هسه بالطيارة، تشوفون هاي المقعد مال الطيارة. اليوم مسافرة، طلع لي طيران على كندا وحضرت كل غراضي وجناطي الحمد لله والشكر، تمت على خير انه اني هسه راح اطير، فرحانة كلش. لان كذبت عليكم، راح على اسطنبول كذب. هاي صدق يعني؟ لا صدق؟ ليش بابا معقولة لهالدرجة السخيفة؟ هسه ريت فيديو ايجابي ليش ماكو؟ عمي حول على الفيديو الاخ. ما هذه الضحيكة؟ هذه ضحيكة الدعارة. اللمبي ردك، أنا ما ردك. تعالوا هسا نشوف تارة وهي بحالة عاطفية، وهي مضروبة بوري بين قوسين. يحبني ما يحبني، يحبني ما يحبني، ما يحبني. أقول ليش عندي هذي السؤال؟ أنت عندك رخاوة بالشفة جوا؟
شو كل شيء مسوي ايش بيك بابا هاي ايش بيه ايش بيه شفتك من جوا ترى هذا العلاج هسه دبطيم وحتى بوزج غلط هو مره شو بوز من جوا يطلع طبعا اني الفيديو مالتي راح يكون مو بس نقد إلك مثل ما سووا باقي الناس انا راح يكون نقد ونصيحه فانصحك يعني نصيحه من شاب عراقي يقول لك بطلي الفيديوهات اللي مالها معنى اللي تنزليها او قدمي شيء هادف يفيد المجتمع او حتى لو تحاولين تنتقدين اشياء سلبيه بالمجتمع يعني انت تشوفين كل الناس قاعد تعلق لك تعليقات مو زينه او تشوفين اغلب الناس او اكثر العراقيين ضدك ويغلطون عليك بنات وولد ومسلميش دك تحشيش يعني المفروض تشوفيهم ويعني تحسين على نفسك يعني تغيرين طريقة أدائك بالفيديوهات أو ما تصوري بعد أحسن لا تصوري ماكو داعي أو يجوز تتم كيف على الإهانات اللي تجيك يومية أو الغلط اللي يجيك فيعني ماكو داعي والله شوفوا واقفة ثاني لو أشوف الناس كلها هيك مثلك ضدي أبطل فيا أختي العزيزة بطلي هاي الشغلات بطلي هاي السوالف بطلي هالفيديوهات التعبانة تلعبين ويا البزون وتحمين هواية وتقولين قدمت مساعدات ورحت ويا الحشد الشعبي بعد شوية تقولين وحاربت وقتلت 60,000 شخص من داعش فهاي الشغلات كلها صارت قديمة طبعا يا جمهوري الأعزاء ويا متابعيني الجملاء الجديدة هاي طبعا اذا عجبتكم الحلقه سووا لها لايك واذا ما عجبتكم سووا لها ديسلايك ولا تنسون تسوون اشتراك للقناه واهم شيء سووا لي لايك على صفحتي على الفيسبوك اسمها يوميات واحد عراقي بس تكتب يوميات واحد عراقي تطلع لك وهذا الرابط اللي جوا www.facebook.com/iraqdayiraq ولا تنسون تسووا لي متابعه على الانستغرام اذا كان عندكم انستغرام هم الرابط اللي جوا تلقوه او بس اكتب هذا العباره خليت لكم اياها على الشاشه طلعت لكاني شسوي اركض ركض يا ناس تطلع لي تاره حسبالي انا هواي تشبه الفاره لا مصير شلون مثل الشعر شفتي يقول السما زرقاء ليش لك ليش لا السما زرقاء ليش السما زرقاء ليش والشمس صفرة السماء زرقاء ليش والشمس صفرة زين حديقة بيت جدي ليش هي خضرة لا شنو لا شنو اسمع مني هاي طبعا هواية ناس تقول لي اسمع يوميات واحد عراقي يوميات واحد عراقي صاع من كلم مضبك ونفسي OBRA motherfucker don't play I'm king of this is okay cause you're there anyway I suck you fuck you mother لما بدي أنا أغني أسبب صدمة في دماغنا كبرى كل كلام في الأومين ذهب يصار